السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا مراجعة خفيفة لدوك الدروس ديال الأستاذ. هنا أول حاجة غادي نبداو بدوك التلوين ديال الخانات، يعني بناء على واش أكبر قطعان أصغر قطعان يساوي مثلا بين مثلا جوج ديال الأرقام، مثلا أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي. أول حاجة كنسيليكسيوني هاد داك البلاج اللي بغيت نلون فيه، راه مسيليكسيوني. كنمشي عند هاد ميزون فورم كونديسيونال، كنمشي عند الاختيار الاول هنايا، كما هنايا اكبر قطعا، مثلا هنايا نقول له اكبر قطعا من مثلا 17. كنمشي هنا باش كنلون، كنمشي هنا فورما بيرسوناليزي، كنمشي عند غومبليساج. غومبليساج كندير لها مثلا بالصفر، كنقول له اكبر قطعا من 17 لونهاني بالصفر، هاو كندير اوكي. هاهو هنايا اكبر قطعا لونهم لي بالصفر. هنا ميزون فورم عاودة كونديسيونال، كنمشي الاختيار الاول، هادي انفيريور ا يعني اصغر قطعا، هنا يعني كنقولو اصغر قطعا من مثلا هنا 15 اونص. كنمشي هنايا، كنمشي عند فورما بيرسوناليزي، كنقولو مثلا لونهاني بالاحمر، هاهو كندير اوكي. هاهو اصغر قطعا من 15 اونص، يعني 15 اونص ما دخلاش. هاهو هنايا كيعطيني غير لي يلون لي بالاحمر دوك لي اصغر قطعا من 15 اونص. كنرجع عاودة كنمشي ميزون فورم كونديسيونال الاختيار الاول، هادي اونتخ. اونتخ يعني ما بين جوج ديال، بحال مثلا هنا عندي 14 و 17، هاهو مثلا كتبت هنا 14 و 17، كنقول له اكبر من او يساوي 14، اصغر من او يساوي 17. مثلا هذه نبدلها نردها مثلا هذه 15، ومثلا هذه نردها 18. هنا نمشي نبدل اللون، مثلا ندير الازرق، او ندير اوكي، نعاود اوكي. او هنايا الاول لي دوك الالوان ما 15 وما بين 18، يعني لونهم لي بهذا اللون الازرق، يعني نقولوا اكبر من او يساوي اصغر من او يساوي، يعني كاين واحد الفرق. هذاك دوك الارقام اللي جايه في الوسط كيحسبوهم لي. هنايا كنمشي الاختيار الاول، هنا ايغال ا، ايغال ا يعني يساوي. يساوي شنو؟ كنقلب على مثلا الناس اللي جايبين 16، كندير هنا 16. هنا كنمشي هنايا كنقولوا له مثلا الاول للخانات ديال الناس اللي جايبين 16 بالاخضر، ندير اوكي، ندير اوكي. ها هو هنا عطاني غير الاول للناس اللي جايبين 16، صافي. هنا انا باغي اكبر من او يساوي واصغر او يساوي، هنا فرد هنا ما كايناش، لان هذه اكبر قطعا وهذه اصغر قطعا، انا بغيت اكبر من او يساوي واصغر من او يساوي، ما كايناش هنا. بس نرجع نمشي هنا عند اوتر ريغل، كنكليك عليها وكنمشي هنا نخرجها، راه كاينه هنايا. هاي هنايا كنقول سوبيريور او ايغال ا، يعني اكبر من او يساوي، كنكليكي على كليكي عليها. وهنا نمشي نبدل داك اللون اللي بغيت، مثلا ندير الاصفر، ندير اوكي. وهنايا ندير الرقم اللي بغيت، مثلا ندير 17. مثلا نقولوا الناس الاول اللي في هاد البلاج هذا بالاصفر، الناس اللي جايبين يعني 17 ولا فوقها بالصفر، كندير اوكي. ها هو هنا لونهم لي. هنا غادي نمشيو لاصغر من او يساوي، ها هو انا غادي نمشي عند رقم واحد هنايا. هنا قلنا ما كايناش اصغر من او يساوي، كنمشي عند اوتر ريغل، كنمشي هنايا كندير ان انفيريور او ايغال ا، يعني اصغر من او يساوي. كنمشي عند الفورما، كنمشي مثلا عند هذا اللون الوردي، كندير اوكي. كنمشي هنا كنختار داك الرقم اللي بغيت، كنقول له في هاد البلاج هذا اللي ديجا مسيليكسيونيه الاول اللي بالوردي، الناس اللي جايبين 16 ولا اقل من 16، كندير اوكي. ها هو هنايا عطاني دوك الناس اللي جايبين 16 ولا اقل من 16 باللون الوردي، اللون اللي بغيتو انا. هنا بالنسبه للمراجعه الثانيه هي مثلا انا هنايا عندي مثلا، غادي نرجع هنايا بالنسبه للبلاج باش كنسميه، كنمشي هنايا
كنسيليكسيوني مثلا هاد البلاج هذا، كنمشي عندو هكا كامل وكنكليكي هنايا مرة واحدة، وكنكتب مثلا النسب، نعطي له واحد الاسم مرجعي، وكندير اونطري هنايا باش في نلقاه. كنمشي عند هاد الفورميل، كنمشي عند هاد جيستيونير دينو، كنكليكي عليها وكيعطيني ها هو هنا داك اللي سجلتو النسب. هو هنا الا بغيت نسيبريميه كنحيدو منا، موديفيه مثلا كنبدل له السميه، مثلا نكتب له هنايا نو، او ندير اوكي. ها هو هنايا نو، يعني سجلوا لي. بالنسبه للفلتر، الفلتر كنكليكي هنا عند فلتر، او هنا كيتحيد هادو هنا الفوق، هذاك هو الفلتر، وهنايا كيرجع. مثلا هنا نمشيو عند كما قلنا الاستاذ، يعني بالنسبه للفرنسيه هنا مثلا كنمشي هنا كيعطيني اي حاجه كاينه هنايا عندي، سواء كانت ارقام ولا. او هنايا كندير سيليكسيوني، هنا دي سيليكسيونيتو، هنا سيليكسيونيتو، ها هما انا مسيليكسيون كاملين. او هنايا كنحيدهم كاملين وكنقول له بي لي غي مثلا هاد الزوج هادو، هما هنا غير الفرنسيه واسباس، وهنا الفرنسيه، كندير اوكي. او هنايا ماشي حيدتهم، يعني غير ما باينينش هنا. باش مثلا نعدل هادي كنكليكي هنايا، كنشوف هنايا راه كاين اسباس، كندير سيبريمي من الكلافي، كندير اونطري باش يحفظها لي، يعني يسجلها. او باش نتاكد هادي يمشي هنايا، وهادي عاود نسيليكسيوني كاملين، ندير اوكي. ها هما بانوا لي كاملين. او باش نرجع عاود نحيدهم كاملين هنايا، نمشي غير عند الفرنسية، هي رجعت لي غير وحده، كندير اوكي، هيا فيها هنايا، يعني مريقله. بالنسبه لهاديك غومبلاسي، هنا كنرجع هنا هاد البطاقه التعريف الوطنيه، كاين اسباس ما بين الحرف وما بين الرقم. انا كنمشي عند هاد غوشيرشي، كنمشي عند هاد غومبلاسي الزوجه، هنا كنمشي كنقول له غوشيرشي، انا ما كنقلب على اسباس، يعني كان نكليكي على اسباس من الكلافي هنايا، يعني كنقلب على غوشيرشي، كنقلب على اسباس باش نعوضها. انا نعوضها بوالو، يعني ما كندير حتى حاجه، كان غير كنكليكي هنايا وكنقول له غومبلاسي تو، يعني كاملين حيد لهم داك الاسباس ورجعوا، يعني يكون ملاصق. كندير غومبلاسي، كندير اوكي، او هنا رجعهم لي، او هنا مريقلين.